هعمل ايه؟ هقعد في بيتنا واكل الاستفندي. مش هعمل حاجه. لا انا مش بتاع خروج، انا بيتوتي قوي، ما بحبش اخرج يعني. بحب اروح الشغل وارجع الشغل اقعد في البيت اتفرج على عبد الغفور البرعي وبس. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب السنه الجايه تكون سنه سعيده عليكم جميعا، وان شاء الله اللي نفسه في حاجه يحققها باذن الله. في راس السنه في البيت مع ماما. لا السنه اللي فاتت برضو كنت في البيت مع ماما، السنه دي في البيت مع ماما. احيانا بروح مناسبات وبحضر يعني حاجات واحتفالات، بس لا السنه دي في البيت. كل سنه وكل الناس مبسوطين وطيبين، ويا رب سنه 2019 تبقى سنه خير على كل الناس. يا رب 2019 تبقى وشها حلو على كل الناس اللي بتشوفنا. ده عيد ميلادي، راس السنه ده عيد ميلادي يوم 1/1، فدايما بنحتفل بيه اسريا في البيت كده مع العائله يعني. انا بقول لكل الساده المشاهدين كل سنه وانتم طيبين، بمناسبه 2019 يا رب السنه دي تبقى يعني سنه مليئه بالسعاده والحب والخير والاستقرار والامن، واتمنى لكم كل النجاح والتوفيق، وكل سنه وانتم طيبين. شريف رمزي. والله في بيت ان شاء الله. لا دلوقتي بقى زحمه قوي، فيعني بنبقى في جو عالي انا وبعض اصدقائي وخطيبتي، فنبقى في بيت. كل سنه وانتم طيبين، تفائلوا بالخير هتلاقوه. 2019 كلها خير لو انتوا عايزين الخير. خير على 2018 والسنة الجديدة. كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله 2019 تبقى سنة خير وسنة حب يا رب ان شاء الله علينا. عاوزة اقول لكم كل سنة وانتم طيبين، يا رب السنة دي تكون خير عليكم، يا رب السنة دي تكون مليانة فرحة وأمل وسعادة وخير عليكم يا رب، ويعم السلام والفرحة على كل الدول العربية يا رب. بتمنى لكم كل خير، نحبكم برشا 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 برشا. فنانة تونسية يسرى مسعود. ربنا ينصر مصر والحياة تبقى أجمل والناس ما تبطل شكوى. كلاكيت أنا بحبك قوي. كلاكيت تركي بيحبك قوي. لا بجد كلاكيت من يعني بجد نورتونا، ويلا نستناكم تنورونا في الفيلم، ومبسوطين ان احنا صورنا معاكم، وان شاء الله الفيلم يعجبكم. وان شاء الله، والف الف مبروك. ان شاء الله، والف الف مبروك.